فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده معانا الأداة دي، تقدر ان انتي تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتستخدمي عليها أدوات ولوازم التنظيف، وكمان تعلقي عليها فوطة المطبخ بتاعتك، وطبعا بيبقى متوفر منها كذا لون. وبعد كده تعالي نشوف بقى مع بعض منظم الرز ده، تقدري من خلاله تنظمي فيه الرز، وكمان بيجي معاه كوباية بمصفى 2 في 1، بتسهل عليك انك تعايري فيها الرز وتغسلي فيها على طول. بعد كده عندنا منظم التوابل ده اللي تقدري تنظمي بيه مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك، وبيجي كمان معاه معلقة تقدري ان انت تاخدي منها الكمية اللي انت محتاجاها. بعد كده معانا المنظم اللي تقدري تنظمي من خلاله الشرابات او الملابس الداخلية او الطرح. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه كده على حوض المطبخ وترتبي عليه اسفنجة المواعين ولوازم وادوات تنظيف المواعين. ومعانا كمان اداة التقطيع دي، تقدري ان انتي تقطعي بيها اي حاجة شرايح، اذا كان الموز او السوسيس. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. وهنا معانا القطاعة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها قلب الفاكهة على شكل مكعبات بطريقة سهلة جدا. وبعد كده عندنا المطحنة اللي تقدري من خلالها تطحني الرز او السكر او التوابل بكل سهولة. وبعد كده بقى معانا منظم الاكسسوارات ده، وهو بيبقى عبارة عن 4 ادراج ومراية، تقدري ان انتي تنظمي فيه الاكسسوارات بتاعتك وادواتك الخاصة. بعد كده هنشوف مع بعض القطع دي اللي تقدري من خلالها تثبتي عندك المشترك في اي حتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان تقدري من خلالها تثبتي عليها منظمات وادوات البيت اللي بتبقى موجودة عندك. هنا بقى معانا القطعة او الحامل البلاستيك ده، اللي تقدري تثبتيه عندك على الرخامة وتثبتي عليه غطيان الحلل او المعالق اللي بتستخدميها وانت بتطبخي، وده طبعا بيساعدك على ان الرخامة تفضل عندك نظيفة والمطبخ يفضل مرتب ومنظم ونظيف. بعد كده عندنا القطعة دي، تقدري ان انتي تثبتي فيها ازاز المية والعصاير والبيبسي وتستخدميها بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على عمل السمبوسة او القطايف بمختلف الحشوات اللي احنا بنفضلها، تقدري ان انتي تستخدميها وتعملي منها كميات بكل سهولة. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التقطيع والبشر اليدوية دي، تقدري ان انتي تبشري وتقطعي من خلالها الخضروات وتعملي منها بطاطس الشيبسي، وكمان تقدري تنضفيها بكل سهولة.
بعد كده بقى معانا المنظم ده، وهو تقدري تنظمي عليه الفوط بتاعتك وادوات ولوازم التنظيف، وتقدري طبعا تثبتيه عندك على الجدار فوق الحوض بكل سهولة. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تنظمي فيه البقوليات، وهو بيخلصك من زحمة وكركبة الاكياس، وتقدري تنظمي فيه الرز او مختلف انواع البقوليات، وطبعا تقدري تثبتيه عندك في دولاب المطبخ وتستخدمي منه بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، والقطعة دي تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الفواكه اللي بتبقى موجودة عندك، وكمان تقدري ان انت تستخدميها في تقشير الثوم وتنظيف الخضار، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات، وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الأداة اللي تقدري تجففي وتصفي بيها مختلف أنواع الفاكهة والخضار اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الفرشة الاتنين في واحد اللي تقدري تنضفي بيها مختلف أدوات ولوازم المطبخ، وبتساعدك توصلي لأصعب الأماكن الضيقة اللي بيبقى صعب عليكي تنضيفها، وتقدري تنضفيها بكل سهولة من خلال الفرشة دي. بعد كده بقى معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدري ان انت تضيفي فيه الصابون او السائل اللي انت حابة تنضفي بيه، وتقدري ان انت تغسلي بيها الهدوم او الاحذية او السجاجيد. بعد كده تعالي نشوف مع بعض كفرات لإكباس الكهرباء، وهي بيكون متوفر منها اشكال كتير وجميلة جدا. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تهرسي أو تفرمي الثوم بطريقة سهلة وبسيطة، وهو بيشتغل من غير كهرباء. وبعد كده هنا عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها الخضار زي الفاصوليا أو الفول الأخضر أو الفلفل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا هنا الأداة التلاتة في واحد، وهي بتبقى مخصصة لتقطيع الفاكهة بكذا شكل، وتقدري من خلالها تقطعي البطيخ أو الشمام بطريقة سهلة وجميلة زي ما ظاهر قدامك من خلال الفيديو كده. وبعد كده معانا منظم للمطبخ، وهو بيجي معاه 6 أدراج تقدري ان انت تنظمي فيهم مختلف التوابل اللي بتبقى عندك، وتقدري تنظمي عليه ادوات المطبخ زي الزيوت والصوصات، وكمان تقدري تنظمي عليه الشوك والسكاكين والمعالق. بعد كده عندنا منظم الاكياس اللي تقدري تثبتيه عندك جنب التلاجة او على الجدار، وتنظمي فيه مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك سواء كانت رول او اكياس عادية. وهنا بقى عندنا المقشة بالجاروف، وطبعا زي ما انت شايفة تقدري تنضفي المقشة من خلال السنون اللي بتكون في الجاروف، وكمان المقشة بتبقى مرينة جدا وتقدري تنضفي بها الزوايا وتحت الكنب بكل سهولة. بعد كده تعالي بقى شوفي معايا الجهاز ده اللي تقدري من خلاله تعملي منه عيش الكريب بسهولة جدا في البيت. بعد كده هنشوف مع بعض منظم للمطبخ عبارة عن درجين تقدري ان انت تنظمي فيه الزيوت او التوابل او الصوصات، وتقدري ان انت تثبتيه عندك في دولاب المطبخ. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري تثبتيها عندك على جدار الحمام، وتقدري تنظمي فيها الشامبوهات والبلسم والشاور جيل اللي عندك. بعد كده معانا مجموعة من القطع اللي تقدري تثبتيها عندك في الشماعات وتعلقي عليها شماعات، عملية وبتساعدك جدا على توفير واستغلال المساحة جوه الدولاب. بعد كده معانا الشماعة اللي تقدري من خلالها ترتبي وتنظمي عليها البناطيل، وكمان بتساعدك على استغلال المساحة جوه الدولاب.
وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للهدوم، وهو بيبقى مصنوع من القماش، وطبعا تقدري تنظمي بيه القمصان او البناطيل او التيشيرتات، وطبعا بيساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك. وبعد كده تعالي شوفي معايا القاعدة دي اللي تقدري تستخدميها تحت الحلل او الاطباق السخنة او الكاتل او ابريق الشاي. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن او كهرباء، تقدري ان انتي تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس البطاطين والحفة، واللي بيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه الدولاب. بعد كده عندنا الغسالة الحديثة، وهي بيبقى حجمها متوسط، تقدري تسميها غسالة ميني، وتقدري طبعا تغسلي فيها مختلف الهدوم، وكمان ميزتها انها مش بتاخد مكان عندك، يعني تقدري تطبقيها وتفرديها لما تحبي. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة، وهي بيجي معاها مجموعة من المشابك تقدري ان انتي تنشري عليهم الشرابات او الملابس الداخلية. وهنا معانا مصفى او منظم كوبايات، تقدري ان انتي تصفي عليه الاشكال والاحجام المختلفة من الكوبايات اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على جدار المطبخ، وتقدري تنظمي عليه مختلف انواع السكاكين والشوك اللي بتبقى موجودة عندك. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انتي تقدري تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، طبعا انت اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة، فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية، وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة، فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.